سؤال آخر يقول: نويت في سنة من السنين الحج، أعني حجة الإسلام، وكنت مقيما في السعودية، وكنت لا أعلم شيئا عن المناسك إطلاقا، وتواعدت مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن من شهر الحج، وذهبت إلى منى وإلى المسجد محرما، وبحثت فيه عنه عدة مرات ولكني لم أجده، ثم ذهبت إلى مكة وفسخت الإحرام وجلست ولم أحج للسبب الذي ذكرته، وهو أني لا أعرف شيء، فما هو الحكم علما بأنني حججت بعد هذا العام بسنة؟ الحكم في هذا أن الأخ مفرط ومتهاون في أمر دينه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل، وإن ذبح هديا في مكة نظرا إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه فحسن. والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن يكون عارفا لحدوده قبل أن يدخل فيه. فالذي نرى لهذا الأخ أن يذبح هديا هناك في مكة لأنه بمنزلة المحصر لعجزه عن إتمام نسكه في ذلك العام، وقد قال الله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.